في التغطية الخاصة والحصرية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. وفي هذه اللحظات بيشرفني أن يكون معايا الأستاذ محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورت. أستاذ محمد، كل سنة وأنت طيب، رمضان كريم. ربنا يخليك، الله أكبر، ربنا يخليك. النهاردة النادي الأهلي مجمعنا كلنا، عائلة النادي الأهلي بتدعو كل الأسرة الرياضية في مصر لحفل إفطار جماعي داخل النادي الأهلي. دور مجتمعي مهم جدا، والدور المجتمعي مش متوقف فقط على الإدارات أو اللاعبين، لا، كل المنظومة الرياضية. تعليق حضرتك. والله طبعا الأول كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وجمهور النادي الأهلي كله طيب. رمضان كريم، وخلاص يعني رمضان بيخلص، لكن النادي الأهلي برضو زي كل سنة جمع كل الناس. أنا شايف كل الأطياف، شايف حتى ناس من فرق أخرى، مش مش مش, مش المكان كله مش أهلي بس، كل المجتمع. مع الوزير كان لسه معايا قبلك أهو، فكل الناس موجودة. حاجة هايلة جدا. أنا يمكن ما حضرتش كتير إفطارات رمضان عشان خاطر شغل البطولة، لكن النهاردة كنت سعيد جدا، شفت كل تقريبا الوسط الرياضي موجود. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وجمهور النادي الأهلي كله بخير يا رب إن شاء الله. أطراف الحديث في التوقيت الحالي مع كل المسؤولين والرياضيين ما بنتجمعش إلا مثلا ما يكون فيه مناسبات كبيرة، حفل بطولة أمم، كأس أمم، نهائيات إفريقية، لكن النهاردة حفل إفطار، دور مجتمعي، القعدة بتبقى هادية، القعده بتبقى جميله. يعني اكيد اطراف الحديث بتبقى فيها موضوعات كتير. النادي الاهلي نادي الاهلي، النادي الاهلي اول ما بيجمع الناس بتلاقي الناس كلها قربت، كل الناس قعدت، كل الناس بتضحك، كل الناس مقربه ببعضها. وهي دي طبعا، هو دي رمضان، وهو ده النادي الاهلي. فكان يوم جميل جدا بصراحه، انا انبسطت جدا النهارده، الواحد فك جدا من ضغط الشغل، يعني انبسط في يوم جميل زي ده. كل شفنا كل الناس من كل الاطياف، كل سنه وانتم طيبين يا رب. وده الطبيعي اللي يحصل في شهر رمضان او على مدار السنه. والله على مدار السنه طبعا دي حاجه كويسه، بس انت عارف احنا في الكوره مفيش مساحه لده خالص يعني. لكن الحمد لله النهارده النادي الاهلي جمع كل الناس، شايف ميديا من كل حته، مدربين، لاعبين قدامى، يعني ما شاء الله تجميعه جميله جدا. يعني فرصه لالتقاط الانفاس من زحمه الاحداث الرياضيه والبطولات الفتره الجايه. طبعا يعني شايف منظرنا عامل ازاي. بطوله كاس الامم مفيش خالص، بطوله كاس الامم تعبانه جدا، الاستعدادات على طول. يعني والله يمكن لسه كنت بقول مع الوزير، هو ما بينامش، يعني كان معانا الفجر النهارده ومعانا الصبح، الراجل احنا ما بننامش تقريبا 24 ساعه شغل، عايز توصل باحسن حاجه، احسن بطوله هتتعمل في تاريخ، ده هدفنا يعني تبقى في تاريخ البطولات الافريقيه، وربنا يسهل ان شاء الله. بشعر كده واحنا متابعين للاحداث الرياضيه ودورنا في النادي الاهلي. طبعا احنا نهتم بالاحداث الرياضيه اللي مصر هتنظمها. انكم دايما الضوء اللي انتم بتشتغلوا عليه، انكم مش بتعملوا بطوله قاريه، بتعملوا بطوله ما تقلش عن كاس العالم. والله انتوا يعني الناس كلها شافت القرعه وبرزنتيشن عملت ايه في القرعه. انا عايز اقول لك احنا جالنا فيدباك في القرعه مختلف تماما عن اي حد. الناس بقت تقول لك احنا احرجنا الروس في القرعه لانه احنا عملناها اوبن اير، هم كانوا عاملينها في الاوبرا، احنا عملناها بشكل مختلف تماما. فالحمد لله بقت دلوقتي يكفي ان انت بتنفس قرعتك، القرعه بتاعتك بقرعه كاس عالم، وهي دي اللي بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا. بطوله قاريه مش بطوله دوليه. بالظبط. فالقرعه ورطتنا كلنا اكتر واكتر في انها طبعا يعني، لانه بقت الناس مستنيه حاجه جامده جدا. انا جالي رساله من رئيس اتحاد افريقيا، قال لك يعني انت خليت افريقيا فخوره جدا بالقرعه. الفكره دي بقت خليتك تقول لا، طب القرعه عامله كده، طب البطوله نفسها عامله ازاي. فان شاء الله اجهزه الدوله كلها دون استثناء يعني بتساعد بكل الطرق علشان خاطر توصل او نوصل لاعلى درجات الكمال في التنظيم ان شاء الله، وربنا يا رب يكرم. الفان زون بقى ومنطقه المشجعين، انا عارف ان في حاجات بتتحضر هتبقى مختلفه، في ميادين كمان مهمه في مصر، في حاجات هتبقى جديده. بس هي القصه كلها حاجه اسمها فان اكسبيرينس، انك تغير فكره الجمهور في الدخول للاستاد، ما يبقاش رايح الاستاد علشان الاستاد. احنا ما بنسافر بره طبعا، انت عارف احنا المصريين بنروح بدري جدا، اما بنروح بدري بنلاقي حاجات كتير، اكتيفيتي كتير جدا. هو ده اللي عاملينه السنه دي، وان شاء الله الناس هتشوفه انه في فان اكسبيرينس مختلفه، خبره للجمهور مختلفه في كل انحاء الاستاد، الدرجه الثالثه، الدرجه الثانيه، في كل مكان في الاستادات كلها. ان شاء الله الناس هتشوف شكل مختلف ان شاء الله ربنا. الفكره مش هتبقى جوه الملعب بس، لا، البطوله كمان بره الملعب. طبعا البطوله في كل حاجه، البطوله في المطاعم، البطوله في الفنادق، البطوله في الشوارع، البطوله جوه الملعب، البطوله بره الملعب، البطوله. الفكره كلها انك هتعيش مده الشهر ده مصر عباره عن بطوله كوره، وده اللي انا عايز اكد عليه واللي بقوله، ان كره القدم حاله مختلفه،
كرة القدم حالة مختلفة تماما، موضوع مختلف عن كل المواضيع، عن كل حاجة تختلف عن كل أنواع الانترتينمنت الأخرى. كرة القدم بالذات في مصر حالة مختلفة، والشهر ده هيثبت إثباتا جدا بده. كرة في مصر اختلفت مع بريزنتيشن لما تغير السلوجان بتاعها، احتمال الفترة الجاية ولا على آخر سلوجان هتبقى عليه؟ احنا دلوقتي شغالين على الجمهور، احنا يعني كنا الكرة حياتنا دلوقتي، الجمهور الكرة حياتنا، كل تفكيرنا في الجمهور دلوقتي، الجمهور ازاي ينبسط، الجمهور ازاي يبقى عنده اكسبيرينس كويسة وانه يبقى مبسوط وهو داخل الاستاد، هي دي الفكرة يعني. تمام، وانا بنختم حوارنا معاك استاذ محمد، أسرة النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي، كل القطاعات الرياضية، إيه اللي ممكن يتقال في هذه اللحظات في ظل التلاقي الجميل والرائع بين كل الطوائف والأحداث الرياضية هنا داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة؟ رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، وكل الوسط الرياضي بخير. وعايز أقول جملة بس، يمكن إحنا في يعني إحنا كبرزنتيشن في منطقة دايما حرجة، لأن إحنا بين الوسط كله، دايما أنت عارف في مصر أنت يا مع يا ضد، ما ينفعش يبقى في النص. لا، إحنا برزنتيشن دايما واقفين في منطقة علشان خاطر الصناعة، وعايز أقول على مسافة واحدة، على مسافة واحدة، بس عايز أقول هي الصناعة بتاعتنا دي سبايسي، مفيش حد في الدنيا بيخش ياكل كشري ما بيحط الشطة، ما ينفعش، لازم تاكله بشطة. الصناعة دي السبايسي بتاع الصناعة، السبايسي بتاعها هو الشغل بتاع الجمهور، الجمهور ده يكلم الجمهور ده، والجمهور ده ساعات بتعلى وساعات بتخرج عن نطق معينة، لكن هي في الآخر في إطار اللعبة، لعبة مش بس 30 دقيقة 90 دقيقة، لا ده لعبة بره. فبنقول للناس كلها انبسطوا بصناعة كرة القدم المصرية، انبسطوا بالدوري المصري. الناس النهارده بتتكلم على الدوري المصري، احنا اهو فاضل ماتشين لكل فرقة ومش عارفين مين الكسبان، وفاضل ماتشات تحت ومش عارفين مين الكسبان، في دوريات جامدين. انا بقول الدوري المصري اقوى دوري، والسنة دي اثبتنا بجدية انه اقوى دوري. احنا برزنتيشن مقصرين في حاجات جديدة جوه الصناعة، بس امكانياتنا على قدنا شوية، بنحاول نكبر سنة سنة علشان نعمل حاجة كويسة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والوسط الرياضي بخير، كل سنة وكرة القدم بتكبر اكبر واكبر، كل سنة وكرة القدم واقفة قدام اي حد عايز يموتها او يقللها او يقلل التارجت بتاعها. ماركتنج الكرة المصرية وماركتنج الكرة في النادي الاهلي اعتقد وصل لليميت كويس، احنا كده زي الفل، يا رب نكمل على كده ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين محمد، وكل التوفيق ليك يا رب، وكل سنة وانتم طيبين.